بداية ساخنة بل وساخنة جدا عزيزي المشاهد، خاصة الأهلاوي منه، لأنه هبتدي هذه الحلقة بانفراد مهم. لعلك تعلم جيدا أن الأهلي حاليا يتردد اسم كوناتي مهاجم أخمت الروسي، أخمت جروزني الروسي، اللي بتردد اسمه بشكل كبير جدا جدا خلال هذه الفترة. الراجل عنده 25 سنة، مسجل 13 هدف، صنع هدف وحيد، لعب خلال مسيرته الدولية مع منتخب بوركينا فاسو 24 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع هدف. ادينا في بق الأسد على طول علشان نعرف القصة، في منه ولا الهيصة دي مفيش منه؟ فحالا نعرف منه ولا مفيش منه. تصريحات خاصة وحصرية لبرنامج الكورة مع فايق نتابعها سواء مع حضراتكم دلوقتي حالا من خلال ديمتري وكيل أعمال محمد كوناتي المرشح للانتقال للنادي الأهلي، مترجمينهم لكم على الشاشة وكمان بالكتابة بالسبتايتلز يعني بالعناوين وبكل حاجة. وكمان هرجع أقول لحضراتكم الكلام اللي اتقال للي هيبقى عنده عقبة في مسألة الرؤية، فهقول لحضراتكم هو قال إيه بالظبط. تعالوا نتابع مع حضراتنا ومع حضراتكم آسف ديمتري وكيل أعمال كوناتي. Hi, what I would like to tell you about Konate. Konate, 31 of May, finished contract. Now we have different offer. We don't make final decision, but we have offer from different country, include Egypt. If for you will be interesting only Egypt, I tell you, if he will come to Egypt, will be Al Ahly. If he will go different country, we will see, because he have offer from Europe, he have offer from Qatar, he have offer from Saudi. We will see where he will go. But now he's in nationality team. 6th of June, he will play opposite nationality team Egypt. And everybody will see him on the field. After when all games, after two games for the nationality team, we will make decision with Konate where he will go. That's all. تصريحات خاصة وحصرية لوكيل كوناتي المطلوب بالاسم من مارسيل كولر. الراجل بيقول فيها انه هذا الرجل يمتلك تعاقدا انتهى فأصبح حرا ومن حق اي حد انه يتعاقد معاه. قال انه عنده عروض من كل من قطر والسعودية واحد الاندية في مصر، وقال اذا كان هيتواجد في الدوري المصري فسيكون من خلال بوابة النادي الاهلي، وكان واضحا ومباشرا. قال انه اللاعب متواجد حاليا مع منتخب بلاده بوركينا فاسو علشان خاطر هيخوض لقائه المقبل امام منتخب مصر يوم 6 ان شاء الله باذن الله. قال الناس تقدر تشوف كوناتي في هذا اللقاء، والاجواء واضحه والدنيا واضحه قدام منتخب مصر. وقال معلومه مهمه جدا انه اللاعب سيحسم الموقف بعد التوقف الدولي. لمن لا يعلم العديد من المعلومات عن كوناتي، 26 سنة، النادي الحالي أخمت جروزني الروسي، عدد المباريات 35، سجل من الأهداف 13، صنع من الأهداف لديه هدف وحيد، المباريات الدولية مع بوركينا فاسو 24 أهداف دولية، 5 أهداف، صناعة أهداف هدف وحيد. إذن ده اللاعب اللي الناس كلها بتتكلم عليه. قربنا الصورة أكتر عشان الناس تبقى عارفة القصة بتبقى عاملة زي مسألة التفاوض والهات والخد والحاجات دي كلها، طبعا زي ما حضرتك عارف بتاخد وقت تاخد مدتها، إنما المعلومة دلوقتي أصبحت عندك إنه اللاعب لو هيبقى في الدوري المصري سيكون عبر بوابة الأهلي، وأن هناك عروض من أوروبا وعروض من قطر ومن السعودية. النهاردة